أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه من كتاب اللغة والأدب في الأسبوع الثاني عشر. إذن هدفنا اليوم هو التفصيل بمحتويات هذا الأسبوع، ولكني أذكر بضرورة الرجوع إلى صفحات المنصة التعليمية والاستفادة مما وضع لكم من أنشطة وتقييمات في صفحة معنونة باسم الدرس وتاريخه. أذكر هدفنا اليوم هو توضيح الخطوط العريضة في الأسبوع الثاني عشر. الوحدة التي سنقوم بدراستها هي بعنوان عائد إلى حيفا، تحديداً نوع الفن الأدبي الذي نتناوله هو فن الرواية. لذلك أذكر بالمفاهيم الرئيسة التي سنتناولها سوية في هذه الوحدة. المفهوم الرئيس هو الإبداع، المفهوم ذو الصلة هو السياق والأسلوب، السياق العالمي هو الإنصاف والتطوير، تخيل مستقبل وعي. أي سنقوم بإدراك كيف يبدع الكاتب في صياغة فكرته من خلال استخدام مفردات معينة وصور ووصف وأساليب مختلفة تستطيع جذبنا لهذه القصة. وستبدعون أيضاً من خلال المهام التي ستقومون بها وهي مختلفة أثناء دراسة هذه الرواية. ستتقمصون شخصيات، وستقومون بكتابة مقالات تحليلية، سترسمون ما يعبر عن هذه الأعمال التي تقرؤونها، لذلك ستكون مهام مختلفة تعبر عن إبداعكم. السياق والأسلوب، لاحظ أن الأسلوب له أهمية كبيرة في التأثير بالقارئ. السياق العالمي، تخيل مستقبل واعد، نحن نتخيل أننا إن شاء الله في مستقبل يخلو من الحروب، يخلو من الثورات، ويخلو من القتل والدمار إلى غير ذلك مما نسمعه أو نرى. لذلك سنتخيل من خلال موضوعات عائد إلى حيفا كيف يمكن أن نطور مجتمعاتنا ونصل إلى مجتمع منصف إن شاء الله. عبارة الاستقصاء، يعكس أسلوب الكاتب وإبداعه معاناة الشعوب في ظل النزاعات سعياً نحو مستقبل أفضل، ولاحظ أن المفاهيم قد عبر عنها بجملة البحث. ما هي أبرز الموضوعات التي سنقوم بشرحها خلال هذا الأسبوع؟ سنقوم بقراءة الجزء الثاني من رواية عائد إلى حيفا، سنتعرف إلى معلومات عن الشخصيات التي تعرفنا عنها في الجزء الأول، سعيد وصفية، كم ولد لسعيد، بماذا عرف، بعض أسماء المدن الفلسطينية الواردة فيها، كم غاب سعيد وصفية عن مدينة حيفا، ماذا وضع في منزلهم، سنعرف بالشخصيات أم خالد وسعيد، وسنتعرف على أسلوب الكنفاني في سرد الأماكن بطريقة دقيقة جدا. سنتعرف أيضا إلى أبرز المفردات الموجودة، أضع لكم منها البعض أمامكم، وسنستخدمها في كتابة فقرات وجمل إن شاء الله. لا ننسى أننا نطبق ما تعلمناه في حصص المكتبة، حيث ستوكل لكم حصة مهمة بحثية. ستقومون عند النزول للمكتبة بأخذ مهمات مختلفة، منها البحث عن معلومات عن الكاتب غسان كنفاني ووضعها في عرض تقديمي مع مجموعتك، ولن ننسى أيضا التوثيق. ثم ستقومون أيضا بالبحث عن معلومات عن مدينة حيفا ووضع صور لها، كما تقومون بالبحث عن تاريخ مدينة فلسطين منذ القدم إلى الآن. ولا مشكلة من إيجاد أيضا معلومات عن بعض المدن الفلسطينية الأخرى. أذكر أن هناك أسئلة فهم المقروء موجودة في كتيب اللغة والأدب، ونقوم بحلها سوية، وهذا بعد الانتهاء من تحليل الجزء كاملا ومناقشته بالغرفة الصفية. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لكم أعزائي الطلاب أسبوعياً، وأذكر أيضاً بضرورة القيام بالواجبات في وقتها المحدد. أشكر استماعكم،
طاب نهاركم بكل أمل وخير.